بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفع بما علمنا إياه، وأن يجعلنا من العالمين العاملين القريبين منه سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة وأيتها الأخوات وأيها الذين معنا في عبر الشبكة، هذا الدرس يكون بإذن الله تعالى هو آخر درس في منظومة القواعد الفقهية. بإذن الله تعالى سننتهي منها في هذه الليلة. كنا قد توقفنا عند البيت 30، عند قول الناظم: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذه القاعدة ليست قاعدة فقهية، وإنما هي قاعدة أصولية. السعدي رحمة الله تعالى عليه أدخل في هذه المنظومة شيئا يسيرا من أصول الفقه، وتقدم في دورة سابقة حينما شرحنا صفوة أصول الفقه، وأن لأصول الفقه قواعد تختص به، وللفقه قواعد أيضا تختص به، فهما فنان داخل مادة واحدة أو نوع واحد من أنواع العلوم وهو الفقه، وهما من علوم الآلة. ومن عادة المؤلفين أحيانا أنهم يدخلون شيئا من أصول الفقه في القواعد الفقهية، والعكس كذلك. وهذه القاعدة تقول: النهي العائد على نفس العمل أو شرطه يقتضي الفساد. هكذا القاعدة الأصولية تقول: النهي العائد على نفس العمل أو شرطه يقتضي الفساد. هذا معنى قول الناظم هنا في البيت 30، النهي العائد على نفس العمل، يعني على ذات العمل أو شرطه يقتضي الفساد، بينما النهي إذا عاد على شيء خارج نفس العمل أو خارج شرط من شروطه فإنه لا يقتضي الفساد. وبالمثال يتضح المقال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيام يوم العيد، هذا النهي عائد على نفس العمل، صيام هذا اليوم منهي عنه، ليس النهي يقتضي شرطا أو شيئا خارجا عن هذا اليوم، وإنما ذات هذا اليوم. بناء عليه نقول: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد، فمن صام يوم العيد فصيامه باطل، صيامه فاسد. وهذا معنى النهي إذا كان عائدا على ذات العمل فإنه يقتضي الفساد. طيب، مثال آخر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا أوقاتا ينهى عن الصلاة فيها، جيد. لا نتكلم عن صلاة ذوات الأسباب، لا، نتكلم عن النفل المطلق. لو جاء شخص وقال: أنا أريد أن أصلي ركعتين لله جل وعلا بعد صلاة العصر، هذا وقت نهي أو ليس بوقت نهي؟ وقت نهي. إذن نقول هاتين الركعتين إن صليتهما فالصلاة باطلة، صلاة باطلة. طيب، هذا حينما يكون النهي عائد على، حينما يكون النهي عائدا على ذات العمل. طيب، حينما يكون النهي عائد على شرط، على شرط من شروط العمل، مثال ذلك: من شروط الصلاة الوضوء، من شروط الصلاة الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب، حتى يتوضأ، لو أن إنسانا صلى بلا وضوء صلاته صحيحة أو باطلة؟ باطلة. قد يقول: أنا جئت بالصلاة كاملة بأركانها بشروطها بواجباتها بصفتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا اللهم ما أنقصت إلا شرطا واحدا. نقول: هذا الشرط هو متعلق بذات الصلاة، بذات العبادة. فالنهي إذا كان عائد على ذات العبادة، ذات العمل، أو شرط من شروطه يقتضي الفساد تماما. جيد، يأتي شخص
ويصلي إلى غير القبلة متعمدا، يقول أعلم أن القبلة بهذا الاتجاه لكنني سأصلي بالاتجاه الآخر، فماذا نقول له؟ صلاتك ماذا؟ باطل. هو يقول أنا متوضئ، أنا أزلت النجاسة، أنا رفعت الحدث بالوضوء، أنا جئت بالأركان بالواجبات. نقول أنت قد أخللت بشرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. واضح؟ طيب، النوع الثالث حينما يكون النهي ليس عائدا لا على ذات العمل ولا على شرط من شروطه فإنه لا يقتضي الفساد. هذا مفهوم هذه القاعدة الأصولية. حينما يبقى في القاعدة الأصولية النهو إذا كان عائدا على ذات العمل أو شرط من شروطه يقتضي الفساد، مفهومها أنه إذا لم يعد على ذات العمل ولا على شرطه فإنه لا يقتضي الفساد. مثال: لبس الحرير محرم، لبس الحرير محرم. لو أن إنسانا صلى صلاة وعليه ثوب حرير، الآن هو فعل منهي أو لا؟ نهي الرجل عن لبس الحرير أو لا؟ طيب، نقول نعم نهي، لكن هل هذا النهي عائد على ذات الصلاة؟ هل هو مختص بالصلاة أو بشرط من شروطها؟ وإلا فهو نهي عام داخل الصلاة وخارج الصلاة. إذا صلى فصلاته صحيحة لكنه مع الإثم، لكنه آثم بفعله. يقول أنا فعلت منهي، نقول هذا المنهي ليس عائدا لا على ذات العمل ولا على شرط من شروطه. واضح؟ واضح؟ مثال آخر: إنسان صلى في أرض مغصوبة، يقول نعم أنا غصبت هذه الأرض أو غصبت هذا الماء وتوضأت به أو غصبت هذا الثوب ولبسته وصليت به. الآن هو فعل منهي، لكن هذا النهي هل هو مختص بذات الصلاة وشرط من شروطه؟ لا، فهو محرم داخل الصلاة خارج الصلاة. هذه الأرض مغصوبة، سواء صليت عليها أو لم تصلي عليها فأنت آثم، وهذا الثوب لبسته وصليت به أو لم تصلي به فهو مغصوب وأنت آثم بهذا، وكذا الماء الذي توضأت به وغصبته. نقول صحة الصلاة مع الإثم. طيب، ثم قال بعد ذلك بيت 31، قال: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذه القاعدة عنوانها: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه. من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه. من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه. وهذه يعبر عنها الفقهاء بمسألة دفع الصائل. دفع الصائل: زيد من الناس عنده جمل، هذا الجمل صال على عمرو، عمرو حاول أن يدفع هذا الجمل ولم يستطع إلا بقتله. الآن هو دفع الأذى عن نفسه أو لا؟ دفع الأذى عن نفسه، لكنه دفع الأذى عن نفسه بوجه لا يمكن أن يدفعه إلا بالقتل. فحينئذ نقول يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. لو جاء زيد قال: أنت قتلت جملي، أعطني قيمة الجمل، الجواب ماذا؟ الجواب لا ضمان. لماذا؟ هذه مسألة دفع الصائل. دفع الصائل، وأيا كان الصائل، سواء كان حيوانا أو كان رجلا، لو صال عليك على سبيل المثال معتوه، واضح، وأنت دفعته بالتي هي أهون، دفعته بيدك، هددته بعصا، هددته بسلاح، تدرجت معه جيد، ثم لم يتبقى من ذلك إلا القتل وقتلته، فلا ضمان حينئذ. ومسألة دفع الصائل هذه مجمع عليها بين أهل العلم، مجمع عليها بين أهل العلم، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن يدفع بالتي هي أهون. لا يأتي لشيء مثل هذا الجمل ويدفع ربما بالدفع أو مثلا بالتخويف أو أيا كان، ثم يأتي مباشرة يعمد إلى قتل، لا، هنا يضمن. لماذا؟ لأنه لم يتدرج في ذلك. ما دليل هذه القاعدة؟ دليلها ما جاء في صحيح مسلم
أن رجلا قال: يا رسول الله، إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال: فلا تعطه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تعطه. قال: يا رسول الله، فإن قاتلني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقاتله. قال: يا رسول الله، فإن قتلته؟ قال: فهو في النار. قال: فإن قتلني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت في الجنة، فأنت في الجنة. ومع ذلك الأمر كان في مقاتلة بين الطرفين. طيب، لكن كما تقدم قبل قليل، لا بد من دفعه بالتي هي أسهل. فإذا كان هذا الصائل، هذا الرجل الذي صال، وممكن أن يدفع بالحبس على سبيل المثال، فإنه لا يجوز أن يقتل، ويبقى الأمر ماذا؟ على الأصل في عصمة دمه. وكذا إذا كان يدفع بالتخويف أو بالضرب وهكذا، فإن تجاوز الأسهل إلى ما هو أعلى فإنه يضمن بعد ذلك. ثم قال بعد ذلك الناظم، قال جملة من الأبيات، وهذه الأبيات أيضا هي مما يدخل في أصول الفقه. فقط هو أضاف من أصول الفقه البيت الثلاثين الذي مر معنا، وهذه الأبيات التي سنتلوها الآن، وهي متعلقة باللغة. قال الناظم: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. هو الآن يريد أن يذكر الصيغة التي تدل على العموم. أول واحدة قال أل، وهي تسمى أل الاستغراق. سيأتي بعد قليل من كيف نفرق بين أل الاستغراق وغيرها. هو يريد أن يذكر الأشياء التي تفيد العموم، يعني إذا جاءت في النصوص تعلم أن هذا النص وهذا اللفظ يفيد العموم، يعم كل شيء. أول أمر قال أل، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. وذكر عدة أمور: أولا آل الاستغراق، الأمر الثاني النكرة بعد النفي، الأمر الثالث النكرة بعد النهي، الأمر الرابع من وما، الأمر الخامس المفرد المضاف. هذه خمسة أمور، أعيدها مرة أخرى. هذه الأمور الخمسة تفيد العموم، إذا جاءت بالنص فإننا نعرف أن هذا النص يفيد العموم، يعم كل أحد ولا يستثني أحد. أول شيء الاستغراق، الاستغراق. الثاني النفي بعد النكرة بعد النفي، النكرة بعد النفي. الثالث النكرة بعد النهي. الرابع من وما بفتح الميم، انتبه لا تضعها حرف جر فهي ليست بحرف جر. من تأتي موصولة وتأتي استفهامية وتأتي شرطية. الخامس المفرد المضاف، وإن شئت قل معه الجمع المضاف أيضا يفيد العموم، ولم يذكره الناظم هنا، ولكن المفرد المضاف والجمع المضاف يفيدان العموم. أنا أريد أن أعطي أمثلة الآن قبل أن أدخل في القاعدة، حتى تفهم ما معنى آل الاستغراق، حتى تفهم ما الذي نقصده بما ومن، وما الذي نقصده بالنكرة بعد النفي والنكرة بعد النهي، وكذا في المفرد المضاف. آل لها عدة معاني، تأتي الاستغراق، تأتي العهدية وغيرها، لكن كيف أنا أعرف أن هذه آل، طبعا آل الاستغراق هي التي تفيد العموم، كيف أعرف أنها هذه أل التي جاءت في الكلمة هي أل الاستغراق؟ أعرف ذلك إذا وضعت بدلا عنها كل. مثلا قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان، الإنسان دخلت عليها أل، دخلت عليها أل. طيب أنا أريد أن أعرف هذه أل هل هي الاستغراق أو لا، أضع بدل أل كل، هل يستقيم يصح المعنى أيضا لو قلت إن كل إنسان؟ صحيح؟ صحيح يستقيم المعنى.
لو قلت إن الإنسان لا في خسر، ولو قلت إن كل إنسان لا في خسر، فالمعنى صحيح والمعنى يؤدي إلى شيء واحد. هذا من حيث المعنى، أما من حيث البلاغة لا شك أن لفظ القرآن هو أبلغ، لكن حتى تتضح القاعدة النحوية هنا التي ندخل من خلالها إلى القاعدة الأصولية. إذن إذا صلح أن يكون بدل الكل دل هذا على العموم، دل هذا على العموم، لأن كل تدل هي من ألفاظ العموم اللفظية. يعني أنا لما أقول جميع وكل وعامة، هل تدل على عموم أو لا تدل على عموم؟ تدل على عموم من حيث اللفظ أصلا، جيد. لكن هو يريد أن يبين لك أن آل الاستغراق أيضا هي تفيد العموم. يعني أنت قبل أن تقرأ كلمة الإنسان ما كنت تعرف أن هذا تعم كل إنسان إلا من حيث السياق، لكن هو يريد أن يقرر لك أنه من ضمن القواعد الأصولية أن آل الاستغراق تفيد العموم. متى أعرف أنها آل الاستغراق؟ إذا وضعت بدلا عنها كلمة كل. إن الإنسان لفي خسر، إن كل إنسان لفي خسر. طيب بناء عليه أنا هنا إذا أردت أن أفسر هذه الآية إن الإنسان لفي خسر، أقول مثلا هذه الآية دلت على أن كل إنسان في خسارة ولا يستثنى من أحد من هذا أحد، إلا ما جاء في الآية التي بعدها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يأتي شخص يقول لي من أين فهمت من هذه الآية الثانية أن كل إنسان في خسر؟ الله عز وجل قال الإنسان، طيب ممكن يقصد الله عز وجل إنسان دون إنسان؟ أقول لا، معلوم أن آل الاستغراق تفيد ماذا؟ العموم. أنا الآن أتيه من ماذا؟ من منطلق قواعد، واضح؟ من منطلق قواعد نحوية، قواعد أصولية. فبناء عليه هو يريد ماذا المؤلف هنا؟ يريد أنك إذا أردت ورأيت من الأدلة ما فيه آل الاستغراق فأعلم أن هذه الآية تفيد العموم ويدخل فيها كل أحد. طيب يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، هذه أيضا تفيد العموم، آل هنا آل الاستغراق أي أنها تستغرق فتغطي كل أحد. طيب هذه آل الاستغراق. نأتي إلى واضح الآن آل الاستغراق. نأتي الآن إلى النهي أو النفي، النفي بعد النكرة بعد النفي، النكرة بعد النفي. ما معنى النفي يا فهد؟ النفي أنني أنفي شيء معين. أقول مثلا يقول شخص لي مثلا هل معك قلم؟ أقول لا قلم معي. هل أنا نهيت أحد أو نفيت؟ نفيت. انتبهوا معي، انتبهوا معي حتى نفرق بين النفي والنهي. النهي فيه طلب والنفي فيه إثبات، فيه نفي شيء معين. لما يأتي شخص يقول مع قلم، أقول لا قلم معي. هل أنا نهيت عن شيء وطلبت منه شيء، أو أنني فقط نفيت كون أن القلم معي؟ إذن هذه تسمى لا النافية، لا النافية، لا قلم معي، واضح؟ وحينما أرى ابني على سبيل المثال أقول له لا تذهب إلى البيت، هذا نفي أو نهي؟ هذا نهي. أنا أطلب منه أو لما أطلب؟ أطلب منه شيء. إذن النهي فيه الطلب، أنا أقول له لا تذهب البيت. قبل قليل أقول لا قلم معي، والآن أقول لا تذهب إلى البيت. كلاهما عبرت عنهما النفي والنهي بكلمة لا، لكن الأولى ما فيها طلب. سألني قال معك قلم، قلت لا قلم معي، انتهى الموضوع. لكن الثاني يقول لابني، يقول له لا تذهب إلى البيت، أنا أطلب منه شيء وأنهاه عن الذهاب للبيت. واضح الآن مع النفي والنهي؟ نأتي الآن إلى المثال. لو قلت مثلا لا أحد في البيت، لا أحد في البيت، أين النكرة هنا التي ليس فيها أل؟ أين النكرة؟ أحد، أحد، واضح؟ ما قلت الأحد، قلت أحد، هذه نكرة، واضح؟ طيب هل سبقت بنفي أو نهي؟ هذا سبقت بنفي، أحسنت. لا أحد في البيت. إذن أنا كلمة أحد هنا أقول هذا الكلمة نفي، هذه نكرة جاءت بعد نفي، نكرة جاءت بعد نفي فتفيد العموم. يأتي شخص يقول أنا قلت لكم لا أحد في البيت لكن موجود زيد،
أقول أنت قلت كلاما خاطئا قبل قليل حينما قلت لا أحد في البيت، وكلاما يخالف الواقع. يقول أنا ما قلت لكم يعني أن زيد مو موجود، أنا أقول لك لا أحد لكنني في نفسي أضمر زيد. يقول لا، هذه العبارة خاطئة. يقول لي يستدل لي بذلك، أقول له أن معروف في قواعد اللغة أن النكرات بعد النفي تفيد العموم، ما تخرم شيئا أبدا، واضح؟ وأنت قلت لا أحد، هذه أحد نكرة جاءت بعد نفي، فإذا هذا يفيد العموم. قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وين النكرة هنا؟ أفهم؟ شيئا شيئا، هل تقدمها أل التعريف؟ لا، إذن هي نكرة. طيب، سبقت بنفي أو نهي؟ نهي 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 على الإشراك، واضح؟ معي أنتم أو لا؟ معي في النحو أو لا؟ هذه مقدمة يسيرة قبل أن ندخل في منظومة الشبراو. الآن هذه النكرة سبقت بنهي، إذن من القواعد اللغوية أن النهي، أن النكرة إذا سبقت بنهي فهي تفيد العموم، تفيد العموم. وهنا مراد المؤلف هنا أو الناظم. طيب، لو قلت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، من يستخرج لي النكرة بهذه العبارة لا إله إلا الله؟ ماهر، أحسنت، إله، إله نكرة، إله نكرة، ما قلت الإله، هي نكرة غير معرفة. طيب، جاءت بعد نفي أو نهي؟ نفي، أحسنت. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله، من يستخرج لي النكرة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أبو عبد الرحمن، حول، صحيح، وأيضا قوة، هذه نكرات. جاءت بعد نفي أو نهي؟ نفي، جاءت بعد نفي، ليس هناك طلب، وإنما الإنسان يقر بأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله جل وعلا. طيب، قال الله جل وعلا فلا تدعوا مع الله إلها آخر. ها، أين نكر هنا؟ إله بعد نفي أو نهي؟ نهي، لا تدعو، فلا تدعو، هذا يطلب منك طلب، أنك لا تدعو، واضح؟ هذا نهي. إذن هنا نقول تفيد العموم. أو يقول شخص مثلا هناك استثناءات، قد يقول مثلا كما يقول بعض الكفار قريش هناك استثناءات بعض الآن، نقول لا، هذا السياق سياق واضح ومحكم وقوي، والقاعدة اللغوية تقول أنه النكرات بعد النهي تفيد العموم، فلا تدعو مع الله إلها آخر ولا إله. طيب، طيب، نأتي إلى ما ومن. ما ومن، لاحظ، ما أقول من، من هذه حرف جر، لو قلت جئت من الرياض، جئت من البيت، هذا حرف جر بكسر الميم، لكن نتكلم عن فتح الميم. من وما، وهذه وهاتان تأتيان موصولتان وشرطيتان واستفهاميتان، واستفهاميتان. مثال لناخذ من ومثلها ما، نأخذها في مثال الموصول مثلا. قال الله جل وعلا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات ومن في الأرض. أسألكم هذا السؤال الآن، هذه الآية تدل على الاستفهام، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، إذن ليست استفهامية، واضح؟ ليست استفهامية. طيب، هل شرط عليك شرط هنا؟ بقيت ماذا؟ أن تكون ماذا؟ موصولة. متى تكون من موصولة؟ إذا كانت بمعنى الذي، ألم ترى أن الله يسجد له الذي في السماوات والذي في الأرض، هنا تكون من ماذا؟ بمعنى الموصول، موصولة، لأن الذي من الأسماء الموصولة. إذا صح أن أضع بدل من أو ما
الذي تعرف أنها موصولة. جيد، هذه مثال على الموصول. فمن هنا لم ترى أن الله يسأل له من في السماوات يعم كل من في السماوات، ومن في الأرض يعم كل من في الأرض. طيب نأتي للمثال على الاستفهام، ومن أصدق من الله قيلا. ومن أصدق من الله قيلا، هذا السؤال وليس بسؤال، سؤال. إذن هنا من أيضا تدل على العموم وهي استفهامية. نأتي للشرط، الشرط واضح، الشرط فيه شرط وجوابه، فعل الشرط وجوابه. مثال، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. أعطيك مثال آخر، أقول من ينتبه، من ينتبه يفهم. أنا أشترط شرط ولا أشترط شرط؟ أشترط. قل من ينتبه، جواب الشرط ماذا؟ يفهم. إذن هنا من شرطية، فأنني فبهذا الأسلوب كانني أعم كل من ينتبه سيفهم. واضح؟ الله عز وجل في هذه الآية يعم كل من يتولى أن يكون جواب هذا الشرط وهذا الفعل أنه يعذبه عذابا أليما. واضح؟ طيب أنا أعطيكم مثال وأنتم أخبروني هل هي موصولة، موصولة بمعنى الذي، استفهامية واضحة، الشرط وجوابه، يشرط عليك شرط ويأتي جواب هذا الشرط. طيب من أقول مثلا، من أعظم أجرا من أدى الصلوات الخمسة في المسجد؟ هذه من هنا هل هي موصولة أو استفهامية أو شرطية؟ من أعظم أجرا ممن يصلي الصلوات الخمس في المسجد؟ استفهامية، استفهامية. طيب من أسبق للخير من المبادرين؟ استفهامية. طيب من ينتبه، أو مثلا من يقرأ تزدد ثقافته؟ شرطية. أحسنت. جاء من أحبه؟ موصولة، جاء الذي أحبه. واضح؟ إذن من تفيد العموم، ومثلها من، ما كأن أقول مثلا له ما في السماوات وما في الأرض، أي عم كل ما في السماوات وما في الأرض. طيب المفرد المضاف، المفرد المضاف أن يكون نكرة ويضاف إلى شيء، يضاف إلى شيء. قال الله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وين النكرة هنا؟ نعمة. واضح؟ هي الأصل أنها نكرة، لكنها أضيفت إلى شيء أو لم تضف إلى كلمة بعدها، أضيفت إلى كلمة الله جل وعلا، نعمة الله. فهذا يعم كل نعمة لله جل وعلا، يعم كل نعمة لله جل وعلا. هذا مفرد أضيف، هذا مفرد أضيف، نعمة مفرد شيء واحد، ما قال نعم، نعمة وأضيف. أقول مثلا افتحوا على المتن. جيد، أنتم في هذه الكراسة التي معكم، معكم ستة متون صح؟ تقول لي متن ماذا؟ أقول متن البيقوني. الآن أضفته ولم أضفه؟ لما أضفت هذه النكرة متن إلى كلمة بعدها وضحتها ولم توضحها؟ وضحتها، وضحتها. أقول مثلا حضرت درس، تقول أي درس؟ أقول درس نحوي. وضحتها ولم توضحها؟ كانت كلمة درس نكرة وجاء بعدها مضاف إليه ليبين هذا، هذه النكرة. نعمة الله أيضا كلمة نعمة مفرد ونكرة وأضيفت إلى كلمة الله جل وعلا. فالمفرد إذا أضيف دل على العموم، المفرد إذا أضيف دل على العموم. المؤلف أو الناظم يريد أن يبين أن آل الاستغراق، أن النكرات بعد النفي والنهي، أن ما ومن، وكذلك المفرد المضاف، هذه كلها ألفاظ تفيد العموم، تفيد العموم. طيب ثم قال بعد ذلك عودا على القواعد الفقهية، قال ولا يتم الحكم حتى تجتمع،
كل الشروط والموانع ترتفع. هذه قاعدة فقهية عنوانها لا بد في الحكم من توفر الشروط وانتفاء الموانع. لا نحكم على شيء بصحته إلا بعد استكمال الشروط وانتفاء إيش؟ الموانع. دعونا نضرب مثال بالصلاة. صلاة من شروطها الوضوء، من موانعها للمرأة وجود الحي. واضح؟ واضح. لو جاء شخص وصلى بلا وضوء نقول أن صلاتك غير صحيحة. قال لماذا حكمت على صلاتي بأنها غير صحيحة؟ قلت لأنها لم تتوفر فيها الشروط. لو جاءت امرأة وصلت وهي حائض نقول صلاتك غير صحيحة. لو قالت أنا جئت بكل الشروط، توضأت، استقبلت القبلة، أزلت النجاسة، كل أو مثلا دعك من إزالة النجاسة، كل الشروط وكل الأركان، نقول له هناك مانع وهو وجود الحيض، وحكمنا ببطلان الصلاة. طيب لو جاء الإنسان بكل شروط الصلاة وأبعد كل الموانع، فإن حينئذ نقول صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة. لا بد في الحكم على الشيء من توفر الشروط وانتفاء الموانع. مسألة أخرى، التكفير على سبيل المثال. التكفير له موانع، من موانعه الجهل، ومن موانعه التأويل، ومن موانعه الإكراه. لو جاء شخص ونطق كلمة الكفر إكراها، فهل يحكم عليه بأنه قد خرج من ملة الإسلام؟ لا. نقول هذا لحق به مانع، هذا المانع جعلنا ماذا؟ لا نحكم وننزل عليه التكفير. ولا بد من توفر شروط العلم ضد الموانع، الشروط الجهل ضده ماذا؟ العلم. الإكراه ضده ماذا؟ الاختيار. حسنت. التأويل ضده ماذا؟ الحقيقة والوضوح. طيب فلو جاء شخص على سبيل المثال، لو جاء شخص وشك في قدرة الله جل وعلا، الشك في قدرة الله جل وعلا أنه يقدر أو لا يقدر، هذا تعالى الله عز وجل عن ذلك علوم كبير، هذا كفر بإجماع العلماء. لو جاء شخص قال الله ما يقدر أن يفعل لي كذا، فإن هذا ماذا؟ هذا كفر. لكن نقول ماذا؟ لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. قد يكون قائل هذه الكلمة مجنون، ليس عنده علم، ليس عنده إدراك. الرجل الذي من بني إسرائيل الذي قال لبنيه إذا أنا مت فخذوني وأحرقوني واسحقوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالم. ما الذي حمله على فعل ذلك؟ خوفا من الله جل وعلا. لكن ماذا قال؟ قال كلمة كفرية، وهذه الكلمة كفرية بالإجماع أنه كفر. وقال لئن قدر الله علي، إذن أنا كانوا يقول لأبنائه افعلوا لي، افعلوا في جسدي فعلا لا يقدر الله عز وجل فيه علي، ماذا نفعل لك؟ قالوا احرقوني ثم اسحقوا نصف البر ونصف البر في البحر. ماذا؟ لأنه الذي حمله على قول هذا قال خذوني واحرقوني واسحقوني وذروا نصف في البر ونصف في البحر، فوالله لا إن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالم. لكن مع ذلك الله عز وجل غفر له، مع أنه قال كلمة كفرية بالإجماع. لماذا؟ لأنه هذا جاهل، جاء بمانع أو لبس مانع من موانع التكفير الكفر، فلا نحكم بكفره. ما الدليل على أنه جاهل؟ خوف من الله عز وجل، خوف من الله عز وجل دليل على جهله، دليل على جهله بكلمته التي قال. لأنه لا يجتمع إنسان يخاف وفي نفس الوقت يفعل فعلا معينا. واضح؟ طيب كذلك اللعن المعين لا بد له من وجود الشروط وانتفاء الموانع، وهكذا في كل شيء له شروط. لا نحكم بالحكم إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. ثم قال بعد ذلك ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل. هذه القاعدة تقول من أتى بما عليه من عمل استحق ما يترتب على العمل. من أتى
بما عليه من عمل استحق ما يترتب على العمل، سواء ثوابا أو عقابا. أنت استأجرت أجيرا وقلت له ابني لهذا الجدار ولك 1000 ريال، واضح؟ هل أتى بالعمل؟ بنى الجدار وانتهى، هل أتى بالعمل؟ انتهى بالعمل. إذن يستحق هذه الإثابة، هذه الإثابة. جيد. الله عز وجل قال، أو النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. لو جاء المسلم بهذا العمل وتوضأ وضوءا مخلصا ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يستحق هذا الثواب، وهو أنه يكسى حلة في مواضع الوضوء، في مواضع الوضوء. طيب، وبعد ذلك قال: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هذه قاعدة تقول: ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله. جيد، أنا أريد هذا السؤال. يقول: لا يدرك، لا يترك كله أو جله، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، لكن لا يترك كله أحكم، لأنك لو قلت جله ففي هذه العبارة استثناءات، كأنك لا تحيط بالكل. جيد، دعنا بالمثال يتضح ما قال. لو أن إنسانا أراد أن يصلي ولكنه لا يستطيع على القيام، هو لا يدرك القيام الآن، فنقول هذا لا يعني أنك تترك كل الصلاة. تقول: أنا أترك الصلاة لأنني أنا لا أستطيع القيام فأنا أترك الصلاة. قل: لا، قاعدة تقول: ما لا يدرك كله لا يترك كله، فأنت الذي لا تستطيع إدراكه ماذا؟ قال: القيام فقط. نقول: هذا القيام يسقط. لها لفظة أخرى هذه القاعدة، تقول: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. أنت يتيسر لك السجود والجلوس وألفاظ الصلاة وتكبيرة الإحرام، طيب، صحيح أنه يتعسر عليك القيام، لكن هذا الميسور المتبقي لا يسقط لأنه وجد هذا المعسور، واضح؟ فأنت تأتي بالميسور، فأنت تأتي بالميسور. فلو قلنا: ما لا يدرك كله لا يترك كله، أي أنك إذا ما تستطيع إدراك القيام لا تترك كل الصلاة، فإنما تفعل كل ما تستطيعه إلا هذا. لكن لو قلت: لا يترك جله، كان أنا يقول لك: أهم شيء تفعل معظم المتبقي، واضح؟ طيب، مثال آخر، أو ما دليل هذه القاعدة قبل المثال؟ دليل هذه القاعدة قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن هنا شرط لهذه القاعدة: يستثنى من ذلك العمل الذي لا يتبعض، العمل الذي لا يتبعض، فإنه إذا سقط بعضه سقط كله. العمل الذي لا يتبعض، الذي لا بد أن يأتي جملة واحدة، إذا سقط بعضه سقط كله. يأتي شخص، أضرب لك مثال، يأتي شخص ويقول: أنا أصوم لكن عندي فقط جزء من هذا الصيام، وهو فترة الصباح عندي علاج لازم آكل هذا العلاج، وبقية اليوم أستطيع أن أصوم. هل نقول له: كل العلاج في هذا الصباح وصوم بقية اليوم؟ لا، هذا العمل لا يتبعض، هذا العمل لا يتبعض، فلا يدخل ضمن هذه القاعدة، لا يدخل ضمن هذه القاعدة. طيب، ثم قال بعد ذلك: وكل ما نشاء عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضموني. هذه قاعدة تقول: ما ترتب على المأذون فليس بالمضمون. هذه قاعدة تقول: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. الله طبعا قبل هذا، الإذن إما أن يكون من الخالق أو يكون من المخلوق، وإن شئت فقول: الإذن إما أن يكون من الشارع أو يكون من المالك. نأخذ على المثال الأول: الشارع الحكيم أذن لك أنك إذا صال عليك جمل، صال عليك شيء ودفعته
دفعت هذا الجمل بقتله فإن هذا مما أذن لك أن تقتل هذا الصائد الجمل. واضح؟ إذا كان لا يندفع إلا بقتل هذا مما أذن فيه الشرع. واضح؟ دفع الصائل هذا مما أذن فيه الشرع. فلو جاء شخص وقتل هذا الجمل فنقول له هذا مأذور لك، هذا القتل ما دام أن هذا الجمل لا يندفع إلا بقتل هذا مأذور لك هذا القتل. طيب إذن لا تضمن، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. واضح؟ واضح؟ طيب دعنا نأخذ مثالا على الإذن من الملك. شخص مريض وذهب إلى طبيب حاذق، طبيب حاذق، وقال له هذا الطبيب لا بد أن أعمل لك عملية في أذنك التي تشكو منها. جيد، وبدأت هذه العملية، ثم ترتب على هذه العملية تضاعف المرض، انسدت هذه الأذن على سبيل المثال. من قبل كان يسمع خفيف والآن صار لا يسمع في هذه الأذن أبدا. من الذي أذن لهذا الطبيب أن يشتغل في هذه الأذن؟ نفس الشخص أو لا؟ إذن هل يضمن هذا الطبيب؟ لا يضمن، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. لكن لو قدر أن هذا الطبيب ليس بحاذق كما يقع في الأخطاء الطبية الموجودة في المستشفيات فإنه يلزم بالتعويض، فإنه يلزم بالتعويض إذا كان هذا إذا ثبت. ولذلك تنظرون الآن تحدث وفيات بعد العمليات كثيرة، لكن هل يطلب من الطبيب شيء؟ أحيانا يطلب وأحيانا لا يطلب، بناء على التحقيق وينظر في هذا الطبيب هل هو حاذق أو غير حاذق. إذا كان أهلا لهذا الأمر فإنه حينئذ لا ضمان، لأنك أنت الذي ملكته هذا الأمر، أنت الذي ملكته هذا الأمر. نعم. جيد، يقول طبيب حاذق لكنه فرط. لا، حينما يفرط هذا فعل شيئا ليس مأذورا له. إذا تعدى أو فرط فإنه فعل شيئا ليس مأذورا له. هنا هو خرج عن القاعدة فلا يدخل ضمن هذه القاعدة. مثال آخر، أنا أعطيتك هذا مثلا الهاتف فقلت احفظه عندك، أنت تسمى أمين. واضح؟ أنت تسمى أمين. أخذت هذه الأمانة وضعتها في صندوق، وهذا الصندوق من عادته أن تحفظ به هذه الأشياء. جيد، ثم احترق البيت بأكمله وبما فيه هذا الهاتف، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأنك أنت فعلته على وجه صحيح من غير إفراط ولا تعدي. لكن لو فرضنا أن هذا الرجل وضعه في درج ومكشوف هذا الدرج وسرق هذا الهاتف أو أخذه الصغار وعبث به حتى تلف، هل يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه اليد هنا ليست يد أمين. واضح؟ ثم قال بعد ذلك قال وكل حكم دائر مع علتي وهي التي قد أوجبت لي شرعتي، وكل حكم دائر مع علتي وهي التي قد أوجبت لي شرعتي. هذه القاعدة تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذه القاعدة الفقهية. هذا الثوب الذي علي والذي عليك طهر، هذا حكم وليس بحكم. الأصل في الثياب ماذا؟ طهر، أخذناها في أول منظومة. واضح؟ لو جاء على هذا الثوب نجاسة ماذا نحكم عليه؟ بأنه ماذا؟ نجس. واضح؟ نحكم على الثوب بأنه نجس لوجود علة ماذا؟ النجاسة. إذن الثوب تغير حكمه، الحكم دار مع هذه العلة، وجدت علة النجاسة وجد الحكم بأن هذا الثوب نجس. جاء بعد ذلك وغسل الثوب، زالت علة النجاسة، زال حكم النجاسة، فرجع إلى كونه طاهر. واضح؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب، مسافر قصر الصلوات لوجود علة ماذا؟ سفر. هو يقول أنا في الطريق وأنا مسافر
ووصلت إلى بلدتي بعدما أذن العشاء ولم أكن صليت العشاء ولا المغرب، وصلت إلى بلدة يسأل هل أقصر العشاء أو لا أقصرها؟ لا يقصرها. يقول أنا مسافر. نقول هذا الحكم وهو السفر أو الحكم وهو القصر زال مع علة السفر. حينما كنت مسافر حكمنا لك أن تقصر، حينما أقمت زال حكم القصر وجاء حكم الإتمام. واضح؟ حكم يدور مع علة وجوده وعدمه. شخص أذن العشاء وخرج وأراد أن يصلي بعدما خرج من البلدة في طريق سفري، يقصر؟ يقصر، يقصر. لماذا؟ لأنه مسافر. وجدت علة السفر وجد حكم القصر، زالت علة السفر زال حكم القصر. طيب، ثم قال بعد ذلك وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. هذه القاعدة تقول الأصل في الشروط اللزوم والصحة، الأصل في الشروط اللزوم والصحة إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما. الأصل في الشروط اللزوم والصحة إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما. طيب، هذه مسألة في الشروط التي يضعها المتعاقدان، ليست الشروط المتعلقة بذات البيع، لا، وإنما هناك عقد. فرق بين مثلا شروط البيع وشروط في البيع. شروط البيع من وضع الشارع بالأدلة، واضح؟ مثلا من شروط البيع القبول، بعتك كذا وأنت تقبل هذا البيع. هذا الشرط ربما لم نضعه أنا وأنت، لكنه هو وضعه الشارع الحكيم، جاء في الأدلة والنصوص. هذا يدخل ضمن شروط البيع. نحن نتكلم هنا عن شروط في البيع. أنا وأنت البائع والمشتري نضع شروطا جديدة، واضح؟ هذه الشروط الأصل فيها ما دام اتفقنا عليها فالأصل فيها ماذا؟ أنها صحيحة ولازمة، لا بد أن نفعل بها، نعمل بها، ما دام أنها لا تخالف شرع الله إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا. ما دام أنها شروط صحيحة واتفقنا عليها فهي شروط لازمة لا بد من العمل بها. بالمثال اتضح ما قال. لو مثلا اتفق بائعان مثلا، قال الأول للثاني نحن سنشترك في هذه التجارة لكن بشرط لي 70% من الأرباح ولك 30% من الأرباح. قال اتفقنا. شرط صحيح ولا ليس بصحيح؟ صحيح. ولنفترض أن الأول هو الذي جاء بالمال والثاني هو الذي يعمل، فقال الأول أنا لي 70% وأنت لك 30%، صحيح ولا ليس بصحيح؟ لأن النسبة التي بينهما مشاعة. ما معنى مشاعة؟ أي أنها نسبة ثابتة في الربح والخسارة. لو ربحوا 1000 ريال هذا أخذ 700 وهذا أخذ 300، واضح؟ لو مثلا خسروا 1000 ريال هذا خسر 700 وهذا خسر 300. لكن لو قال له مثلا، لأن هذا الشرط صحيح ما دام اتفق لا بد، إذا الشرط لازم ولا بد من العمل به، شرط في البيع. لو قال له أنا وأنت سنشترك في هذه التجارة لكن بشرط أن يكون لي في كل شهر 3000 ريال، هل هذا الشرط صحيح أو ليس بصحيح؟ ليس بصحيح، لأن هذا يسمى ربح ما لم يضمن، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ما قد لا يأتي بهذا 3000 كما يفعل الناس اليوم مع بعض العمالة، يقول له أنا أكفرك وأذهب وأشتغل كما تشاء لكن أهم شيء أن تأتي لي بآخر شهر ب1000 ريال أو 500 ريال. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه هذا العامل قد يمرض ولا يشتغل طيلة هذا الشهر، يقع في خسارة ولا يقع في خسارة؟ يقع في خسارة، وقد يربح أضعاف مضاعفة، واضح؟
فما دام الأمر يدور بين الغنم والغرم فلا يجوز، هذا من الميسر. يعني اشترط عليها اللي هي 500 ريال، حتى إذا اشترط، إذا قال له بالنسبة يعني، يعني قال له مثلا إذا اشتغلت، يعني قصدك يقول له مثلا إذا اشتغلت فلي كذا، وإذا ما جاك مثلا عمل فلا، هذا كله لا يجوز لأنه لا ينضبط. لأن حتى هذا الأمر التعاقد، وربما يأتي إن شاء الله في باب البيوع وكتاب البيوع في بلوغ المرام، أنه من شروط البيع أن يكون تكون هذه هذا المبيع معلوما، والنبي نعم، حتى لا يقع الإنسان في غرر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا. إذا لابد من شرط الوضوح، لا يكون هناك أمر مبهم. قال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت لهما محقت بركة بيعهما. فهذا الشرط لا ينضبط. إذا قال له إذا جاءك شغل أعطني، إذا ما جاءك شغل لا تعطيني مثلا، هذا ما ينضبط. جيد، النسبة لا نختلف فيها. يقول العقود التي ينبني عليها نسبة، لي 20% لي 30%، النسبة لا حرج فيها لأنها ليس فيها غرر أبدا. النسبة هذا العامل ربح 3000 وأنت نسبتك الثلث ستأخذ 1000، واضح؟ إذا خسر فالخسارة على الطرفين، أنت لن تلزمه بمزيد. يعني فلنفترض أن هذا العامل لم يربح شيئا أبدا بل ربما تكلف، فلن تطالبه لأنه لا يوجد هناك أشياء تأخذ منها. هذا يسميه الفقهاء ماذا؟ الربح المشاع، أن يكون بالمئة، 30% لي الربع، لي النصف، لي الثلث، لي 30%، لي 50%، 70%، لا حرج. لماذا؟ لأن هذه النسبة سترتفع وتنزل بناء على المخرجات، لكن التحديد بقيمة محددة هذه يدخلها القرار. قد يكون هذا المسكين لا يربح، وقد يربح أضعاف مضاعفة، فهذا الشرط غير منضبط، هذا لا يجوز. فإذا اشترط المتعاقدان هذا الشرط نقول الشرط باطل. لماذا؟ لأنه هذا يخالف شرع الله جل وعلا، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرم حلالا حرم حلالا أو أحل حراما. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. كيف؟ يقول هناك عمالة يقول مثلا لكفيلة أنا أشتغل وأتفق مع كفيلة أعطيه 200 ريال وأشتغل براحتي، هذا لا يجوز. نعم نعم هذا لا يجوز، نعم عليه إثم. إذا كان يستطيع أن يدفع هذا الأمر وينهى عن هذا الأمر عليه إثم، إلا إذا أجبر وليس له سبيل آخر هذا أمر آخر، لكن هو باستطاعته أن ينتقل وينقل كفالته ويرجع إلى بلدته أهم شيء لا يأتي الحرام. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منها من حلال من حرام. اليوم الصور كثيرة جدا في واقع في بيوع غيره، لا يتورع الإنسان. الأمثلة كثيرة في بيع السيارات، في بيع التأشيرات، في الأسواق مليئة بمثل هذا. ولذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ربط كثير بعض العقوبات بمسألة البيع والشراء. من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. قد يقول قال أنا لن أكذب في بيعي وأنا لن أحلف. انظر الآن الذين يبيعون أكثر الناس يحلفون وأكثر الناس يكذبون في بيعه، يقول والله ما جاءت برأس ماله، والله العظيم هذا رأس ماله، هذه كلمة تسمعها كثيرا، صحيح؟ ما الذي جعله يكون بهذا المثابة؟ هذا البيع، لأن المال فتنة. على كل حال حتى لا يضيق بنا الوقت أقول هذا هذه الصورة يدخلها الغرر فلا يجوز. فأي أمر يدخله جهالة أو غرر أو ربا فإنه لا يجوز. هذه الأسباب الثلاثة مهمة للغاية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر وهذا من الغرر.
كون يقول له أعطني أهم شيء تعطيني 500 ريال نهاية كل شهر أو 200 ريال، هذا غرر، لأنه قد يربح وقد لا يربح. أنت تقول لي هذا العامل بالتأكيد أنه سيربح، نقول لا علينا من الواقع الذي موجود الآن. أنا أسألك هل يطرأ عليه طوارئ؟ قل نعم يطرأ عليه طوارئ، يطرأ عليه أشياء كثيرة قد يقف على العمل. من يعني الأمور المشاعة والتي هي دارجة المرض، قد يجلس فترة لا يشتغل. على كل حال هذا الأمر واضح، وأيضا مما أجمع عليه العلماء، ولا يجوز بهذه الحال وهذه الصورة. طيب، لو جاء هناك عقد مثلا، عقد نكاح، اشترطت الزوجة على الزوج، هذا شرط الآن في العقد، قالت له أنا قبلت ولكن أشترط مسكنا لوحدي، شرط صحيح وليس بصحيح؟ إذن نقول لابد منه، الأصل في الشروط اللزوم. طيب لو قالت الزوجة أنا قبلت لكن بشرط ألا تطأني، يصح؟ لا ما يصح، لأن هذا ينافي مقصود الزواج وهو الجماع والنسل بعد ذلك. إذن الأصل في الشروط اللزوم والصحة، إلا ما حرم حلالا أو حل حراما. ثم قال بعد ذلك تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحمي، هذه قاعدة، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو تزاحمها. إذا انبهم صاحب الحق مبهم، أو انبهم الشخص الذي وقع عليه الحكم، مثال شخص قال إحدى زوجاتي طالق، مبهم، هو بالنسبة له عينها، هو عينها، لكنه جرى من الأسفار ومن الأشغال ومن الأمور التي لم يستبان منه بعد ذلك حتى مات. هنا لا بد، عنده أربع زوجات، لا بد أن هذه أن واحدة منهن طالق، كيف نخرجها؟ بالقرعة، بالقرعة. هذا عند انبهام الأمر. الأمر الثاني عند تزاحم الأمور، عند تزاحم الأمور، جاء رجلان وقدما على الإمامة، إمامة المسجد، وهما مستويان في القراءة والعلم والجودة والتجويد والسن وكل هذه الأمور التي يتميز بها أهل أو من قدم على هذه الإمامة، كيف نفعل؟ القرعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ماذا يفعل؟ يقرع بين نسائه، يقرع بين نسائه، أيتها تذهب معه، واضح؟ هذا عند التزاحم. فالقرعة معمول بها وجاءت فيها نصوص، فساهم فكان من المدحضين. ثم قال بعد ذلك وإن تساوى العملان اجتمع وفعل أحدهما فاستمع نعم، هذه قاعدة، إذا اجتمع أمران من جنس واحد، وإن تساوى العملان اجتمع وفعل أحدهما فاستمع، يعني إذا اجتمع عملان من جنس واحد دخل أحدهما في الآخر، هذه تسمى عند الفقهاء قاعدة التداخل، قاعدة التداخل، لا بد أن يكون من جنس واحد ومقصودهما واحد، من جنس واحد ومقصودهما واحد، أو يكون أحدهما مقصود والآخر، أحدهما مقصود بذاته والآخر غير مقصود بذاته. جيد، أعطيكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل المسجد أن يصلي ركعتين، ماذا تسمى هذه؟ تحية المسجد. طيب لو أنا شخصا دخل قبل صلاة الظهر وصلى سنة الظهر ركعتين ثم ركعتين، هل نقول له صلي تحية المسجد؟ لا، اجتمع عملان من جنس واحد وهما الصلاة، والأول الذي هو تحية المسجد ليس مقصودا بذاته، وأنا من أجل أن لا يجلس الإنسان في المسجد إلا وقد صلى، وقد حصلت الصلاة بصلاة الظهر، سنة الظهر، واضح؟ فنقول له يكفيك سنة الظهر عن تحية المسجد، يكفيك.
صلاة الفجر عن ماذا؟ سنة الفجر عن ماذا؟ عن تحية المسجد نفسها تماما، لأن تحية المسجد ليست مقصودة بذاتها، ليست نفلا مقصودا بذاته بحيث يصلى في أي مكان، وإنما هو على حال معين حين دخول المسجد. وإذا صلى الإنسان ركعتين وهما سنة الظهر فإنه يصدق عليه أنه صلى ركعتين قبل أن يجلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أي ركعتين؟ سنة الظهر، سنة فجر، واضح؟ كيف؟ استخارة، أي صلاة؟ أو الفريضة نفسها. نعم. هل يؤجر على ركعتي سنة الظهر وتحية المسجد؟ نعم، إذا نواهما يؤجر عليهما. نعم، إذا نواهما يؤجر عليهما. هذا اسمه التداخل، هذه اسمها عند الفقهاء قاعدة التداخل. الوضوء كذلك، لو توضأ ودخل المسجد وصلى ركعتي الوضوء فإنه يجزئ عن الوضوء والاغتسال. هذه مسألة فيها خلاف، يعني يقول هل إذا اغتسل غسل الجنابة يكفيه ذلك عن وضوء؟ هذا فيه خلاف، لكن الصحيح أنه يدخل فيه وأنه يكتفى بالغسل الجنابة عن الوضوء، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، الأصغر يدخل في الأكبر، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. طيب، إذا كان على سبيل المثال عندنا عدة أعمال من جنس واحد وكلها مقصود لها واحد، مقصودها واحد، مثال: شخص أحدث ونام وأكل لحم بعير، طيب كم فعل شيء من كم حدث فعل؟ ثلاثة. هل نقول توضأ ثلاث مرات؟ لا، وإنما هذه تتداخل لأنها من جنس واحد والمقصود واحد، وهو الوضوء، رفع هذا الحدث، وهذا الحدث يرتفع الوضوء. طيب، مثال آخر: شخص نذر لله جل وعلا أن يذبح شاتين وذبح الشاتين ثم قال: الحمد لله أيضا ولد لي بالأمس ولد، أنا أريد أن أجعل هذا عن النذر وعن العقيقة، يصح؟ لا يصح. هل هو من جنس واحد؟ لا، اختلفت الأجناس، فلا تداخل حينئذ، فلا تداخل، واضح؟ مثال آخر: شخص صلى، دخل المسجد وصلى مع الإمام فريضة الفجر وقال: أنا لم أصلي سنة الفجر فسأنوي هذه صلاة فجر وسنة فجر، يصلح؟ لا، ما يصلح، لأن كل واحدة مقصودة لذاتها، هذه السنة مقصودة لذاتها وهذه فريضة مقصودة لذاتها. إذا لابد أن يكون الجنس واحد، من جنس واحد ومقصودهما واحد. طيب، ثم قال بعد ذلك: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. وهذه قاعدة ماذا؟ المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. ويدل على هذه القاعدة، ويدل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. شخص باع هذه السلعة، ما تأتي أنت وتقول: أنا أعطيك هذه السلعة بمبلغ آخر بأزهد من هذا المبلغ. هذا الآن الشخص وهذه السلعة شغلت، وهذا البيع مشغول الآن، لا تأتي وتشغله في بيع آخر. وكل مشغول فلا يشغل. المؤلف مثل للمرهون والمسبل. المسبل على السبيل، واضح؟ المرهون: جئت إليك وقلت لك هذه السيارة أو هذا البيت رهنا عندك، رهن عقاري، هل لك أن تبيعه؟ ما تشغله في البيع لأنه هو مشغول في ماذا؟ في الرهن، واضح؟ المسبل: قلت لك هذه العمارة وقف على الأيتام، هل لك أن تبيعها؟ لا، لأنها مشغولة بالوقف بالسبيل. هل لك أن مثلا تهبها لشخص آخر؟ لا، كله مشغول فلا يشغل، واضح؟ ثم قال بعد ذلك: ومن يؤدي، جاء الأذان. طيب، نقف الأذان ثم نقف بعد الأذان. الله
طيب. قال بعد ذلك قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. هذه قاعدة من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع. من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع عليه وإلا فلا. من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع عليه وإلا فلا. وهذه دائما تأتي في الحقوق المالية، هذه دائما تأتي في الحقوق المالية. في الحقوق المالية التي لا سيما التي لا تحتاج إلى نية، لا سيما التي لا تحتاج إلى نية. إذن نستطيع أن نقول مثلا الحقوق المالية على قسمين، حقوق مالية تحتاج إلى نية وحقوق مالية لا تحتاج إلى نية. نمثل لكل واحدة. لو أنا شخصا قال مثلا جاء إليه جيرانه وقالوا له إن أبانا قد سافر وإننا نريد نفقة، انتهت النفقة، وأبونا بعيد وليس هناك سبيل ليوصل هذه النفقة. لو جاء هذا الجار وأعطى هؤلاء مثلا 1000 ريال بنية أنه إذا جاء هذا الشخص يطالبه بال1000 ريال، هو أدى حق أو لم يؤدي حق؟ أدى حق. ونوى أن يرجع أو لم ينوي؟ نوى أن يرجع بنيته أنه إذا جاء صاحب هذا البيت أن يطالبه فله ذلك. فإذا رجع صاحب البيت ليس له أن يقول مثلا لا أنت الذي أعطيته وأنا ما قلت لك أعطيه، ما دام الحقوق التي أرادها الجيران حقوق أصلية ليست كمالية. طبعا الكمالية لا بد أن يستدل فيها. لكن لو أعطاهم على وجه التبرع ليس له أن يرجع وليس له؟ ليس له أن يرجع. أنا هنا قال ماذا؟ قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالب. أكيد لم ينوى المطالبة ونوى لذلك التبرع فإنه لا يرجع إليه. القسم الثاني حقوق مالية تشترط لها النية، تشترط لها النية. مثال، على سبيل المثال جاء شخص وقال أنا أعلم أن فلان عليه زكاة 1000 ريال وأنا مر بي فقير الآن، سأعطيه 1000 ريال الآن وأذهب إلى فلان وأقول له أعطني 1000 ريال لأنني دفعت لك هذا المال لهذا الفقير. الزكاة تحتاج إلى نية أو لا تحتاج؟ تحتاج نية، الزكاة لا بد لها من نية، هذه عبادة. فنقول له ماذا؟ لا تدفع عنه حقا حتى تستأذنه. لماذا؟ حتى ينوي هذه العبادة، حتى ينوي هذه العبادة. ثم قال والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع الطبيعي يعني الذي هو الوازع الذي جبلت عليه طبيعة الإنسان، وهناك وازع شرعي. وهنا الناظم يريد أن يبين أن المناهي التي نهي عنها الإنسان إما أن يكون الرادع له وازع طبيعي أو وازع شرعي. الوازع الطبيعي مثلا أكل السموم على سبيل المثال أو النجاسات، هذه تحتاج إلى بيان عقوبة ولا طبيعة الإنسان تنفر منها ولن تأتي بها؟ طبيعة الإنسان. مع أنه لو أكل سما فهذا محرم، لو أكل سما هذا محرم، ولكن نقول هذا الطبع طبع الإنسان ينفر منه من دون بيان عقوبة، من دون بيان عقوبة. وهناك وازع شرعي، الزنا على سبيل المثال الله عز وجل نهى عنه والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عنه، واضح؟ وفيه عقوبة وليست فيه عقوبة؟ فيه عقوبة. لكن الطبع طبع الإنسان فيه شهوة، كل إنسان فيه شهوة، قد تدفعه هذه الشهوة لهذا الفعل، لكن لوجود هذا الوازع الشرعي امتنع،
واضح؟ كأن النظم يريد أن يقول لك امتناع الإنسان إما أن يكون عن وازع طبيعي أو وازع شرعي. امتناع الإنسان إما أن يكون عن وازع طبيعي أو وازع شرعي، وأن الوازع الطبيعي كالوازع الشرعي، كما أن الوازع الشرعي كالوازع الطبيعي من حيث النهي ومن حيث التحريم. فلا يأتي شخص يقول مثلا يعني الإسلام ما ينهى إلا على الأشياء التي يشتهيها الإنسان، نقول لا، هناك أشياء ربما لم ينهى عنها لكنها معروفة الإنسان ينفر منها طبيعة. واضح؟ ثم قال المؤلف بعد ذلك لا، يقول هل يدخل في ذلك العادات الوازع الطبيعي؟ هل نقول عادات مثلا من عادة هذه القبيلة أنها تنفر من بعض الأشياء؟ واضح؟ هذا لا يدخل ضمن القاعدة، لأن هذه القاعدة محكمة في كل إنسان، لكن قاعدة العادات تدخل ضمن قاعدة العادات السابقة. طيب، ثم قال والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي، وختم الناظم هذه المنظومة بالحمد لله جل وعلا والثناء عليه أن يسر له ختام هذه المنظومة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتقدم الكلام على الحمد لله والصلاة في أول هذه المنظومة، وهذه من عادة المؤلفين سواء كان شعرا أو نثرا أنهم يبدأون بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذا يختمون بها. وهذه قاعدة كما أسلفت هي قاعدة حوت، أو هي منظومة حوت قواعد، لك السلامة، حوت قواعد لطيفة وجميلة، وهذه القواعد بالغالب أنها متفق عليها، وأن لم يكن متفق عليها فهو قول جمهور العلماء. وحوت القواعد الخمس الكلية التي اتفق عليها العلماء، والأغلب منها أنها مقرونة بالأدلة. وهناك من القواعد في هذه المنظومة ما هو يعني من قواعد المذهب، مذهب الحنابلة أو على مذهب غيرهم، وعلى كل حال هي منظومة لطيفة يحسن بطالب العلم أن يحفظها. صلى الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه خير وصلاح، وصلى سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم سندخل في متن آخر، إما أن يكون الوصية الصغرى لابن تيمية، وإما أن يكون الأسباب والأعمال التي يضاعف فيها الثواب للشيخ السعدي. نستطيع أن نأخذ بعدها البيقونية أو منظومة الشبراوي في النحو، لكن نريد أن ننوع، مرة نأخذ متن علميا ومرة نأخذ في أحوال القلوب حتى يكون متنا بعد متن بإذن الله تعالى. كان هناك أسئلة على ما تقدم فلا حرج، تفضل. وأيضا الذين معنا في الشبكة كان هناك سؤال فلا حرج في ذلك. نعم نعم، تفضل. يقول أحسنت، يقول في قاعدة ما ترتب على المأذون ليس بالمضمون، إذا وقع هذا الطبيب سهوا في أمر معين هل يضمن أو لا يضمن؟ هذه تقدمت معنا في قاعدة فعل المحظورات نسيانا، نسيانا، وقلنا أن من حيث الإثم لا إثم عليه، جيد، لكن من حيث الضمان يضمن، حيث الضمان يضمن إذا كان متعلقا بحقوق الآخرين. وهنا سؤال آخر يقول قاعدة التداخل هل يدخل فيها مثلا من صام قضاء في يوم عاشوراء ونوى الاثنين له الأجر في ذلك؟ نعم له الأجر، لو نوى الاثنين ووافق هذا الاثنين يوم عاشوراء فإنه له الأجر بهذا التداخل، لأن المقصود في ذلك واحد وهما من جنس واحد وهو جنس الصيام. وهنا السؤال يقول هل هذا النظم يغني عن غيره في هذا الفن؟ أنا لم أفهم سؤالك محمد الجديدي، يا ريت تعيد السؤال بصيغة أخرى. نعم. شيخ أنا ذكرت أنية الزكاة، والسؤال عن كيف قتل الوقت رضي الله عنه منع الزكاة، لم يلزم أنية، قتله من
هل القتال يحتاج النية؟ لا، نية الزكاة. هم منعوا الزكاة. منعوا الزكاة. بغض النظر، هو يجبر الإنسان على الآن. لو رأيت شخص مثلا لا يصلي، جيد، لا يصلي، لك أن يعني الوظائف هنا الشرعية أو المسؤول هنا مثل الهيئة أو غيره له أن يجبره، يقول له إما أن تصلي وإما أن يقام عليك الحد. لو جاء مكره لا بد أن يطبق هذا الواجب والفرض عليك، مثله الزكاة. نيته لله جل وعلا، نيته لله جل وعلا. طيب، هنا سؤال يقول: هل دراسة هذا النظم يجزي في دراسة القواعد الفقهية؟ نعم، هذا النظم يعتبر من المنظومات التي تكون في أول الطلب وفي أول الطريق في ما يتعلق بالقواعد الفقهية، مع أن هذا النظم حوى كثير من القواعد. يعني الأخذ به أخذ بشيء شامل للقواعد المشهورة عند الفقهاء، ولا يعني هذا أن هذا النظم قد حوى كل القواعد، لا، وإنما حوى كثير منها. فهو من أيسر المتون في القواعد الفقهية ومن أشملها المختصرة، طبعا من أشمل المتون المختصرة. طيب، يقول: قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هل لها استثناءات؟ نعم، لها استثناءات. ومن الاستثناءات ما ذكرت أنت في هذا المثال، وهو أنه إذا أبقي الحكم، ذهبت العلة وبقي الحكم، جيد، هذا من الاستثناءات. مثلا مثل الرمل في الأشواط الثلاث، فإن عمر الخطاب رضي الله عنه بين وقال يعني أن الرمل كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن كفار قريش كانوا في الجهة الأخرى، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم نشاط المسلمين، لأنهم قالوا: ماذا الكفار؟ قالوا: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، وجلسوا كفار قريش على الكعبة يريدون أن يضحكوا على المسلمين حينما جاءوا معتمرين. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ويرونهم ماذا؟ النشاط والجلد والقوة، من أجل أن يغيظونه، ففعلوا ذلك. ذهبت العلة الآن، ذهبت إغاظة المسلمين. طيب، لكن عمر رضي الله عنه هو من أمرنا باتباع سنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، بيّن أنها سنة تفعل حتى وإن ذهبت علتها، وأحيانا تكون العلة غير ظاهرة. أيضا لعمر رضي الله عنه موقف آخر، قال: إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالعلة لا يلزم أن تكون ظاهرة في كل أمور الشريعة، لأن الحكمة العظيمة من خفاء العلة هي بيان المؤمن المستسلم لأمر الله جل وعلا حتى وإن لم تظهر له العلة من غيره. ولا يعني هذا أن البحث عن العلة بدعة ولا يصح، لا، لا مانع الإنسان يبحث عن العلة، يقول: ما علة النهي هنا وما علة الأمر هنا؟ لا حرج، هذا موجود. والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر الحكم ويذكر معه علته، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما، بيّن العلة، علة المضمضة أن تمضمضت بالماء لأن اللبن له دسومة، أردت أن أذهب هذه الدسومة بهذه المضمضة. البحث عن العلة لا حرج في ذلك، ولكن أن يتوقف الأمر عند أنني لا أعمل هذا العمل ولا أتعبد بهذه العبادة إلا إذا عرفت العلة، لا، هذا لا يجوز. ولذلك معاذة لما جاءت إلى عائشة قالت لها: تريد تبحث عن علة؟ قالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، إيش العلة؟ هل قالت لها عائشة علة؟ لا، قالت لها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أي الأمر اتباع وتسليم. فالمؤمن إذا جاءت الأوامر والنواهي عليه التسليم، هذا من حيث العمل، من حيث أنه يريد أن يزداد علما ويعرف هذه العبادة وما يتعلق بها ويبحث عن العلة، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. ثم أن العلة تنقسم إلى قسمين: علة منصوص عليها وعلة مستنبطة، استنبطها العلماء، أي علة مذكورة في النص كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة المضمضة،
وقال إن له دسمة يعني هذا اللبن. وإما أن تكون علة يجتهد العلماء في بيان هذه العلة، فالعلة المنصوص عليها هي التي يدور مع الحكم وجودا وعدما، والعلة المستنبطة فيها خلاف. بعض العلماء قالوا أنها إذا كانت ظاهرة بينة قد أجمع عليها العلماء أو قال بها أكثر العلماء وهي ظاهرة في هذا العمل فإنه يدور مع النص، وهذا وجه. وإن كانت غير ظاهرة غير بينة فإنه لا يمكن نقول يدور مع النص. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب والأكل في آنة الذهب والفضة، واضح؟ من أهل العلم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، العلة في ذلك كسر قلوب الفقراء، لأن الإنسان لو أباح الله عز وجل الأكل والشرب في آنة الذهب والفضة لكان هذا الأمر ماذا؟ كسر لقلوب الفقراء. لكن هذه العلة لا يمكن نقول كلما كسر قلوب الفقراء بشيء فإنه يحرم، لا، هذه العلة ما يدور معها الحكم. لماذا؟ لأن هذه العلة مخرومة وليست محكمة، قد تنكسر قلوب الفقراء من مثلا الألماس، هذا غير منهي عنه، واضح؟ فكسر قلوب الفقراء هذه وإن استنبطها العلماء كعلة لكنها لا نقول أن هذه العلة يدور مع الحكم في كل أمر، والله أعلم. طيب نقف هنا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه.